انشراح عينه معدومه في الشعن. انا يا امها في الليل بنام بخاف، والله العظيم بخاف وانا نايمه بفكرها ماتت. من حد ما ولدتها بين في جفن عينها انه في ورم، يعني من عند الولاده لحتى اليوم صار عمرها 16 سنه وانا في المعاناه، يعني وضعها صعب انشراح. البنت بدات تقعد يعني دائما هدوء، يعني مش كطفله يعني طبيعيه، فكنت اجري فيها يعني نروح اطباء ونعرف ايش السبب، ما حدش كان عارف لها السبب. رحنا نعمل لها دكتور، نعمل سي تي والرنين، كشفوا من بدايتها انشراح انه في عندها كورم. طب بتعيط بيطلع من ايش شيء، امي ما رضتش تحكي لي لانه هذا كان شعور مش طبيعي. انا والله اني يعني مين يعني تتقبل كلمة سرطان؟ والله كارثة، كلمة سرطان لحالها كارثة. يعني لما سمعت الشعور هذا أنا كان شعوري صعب، صعب لما تسمع كلمة سرطان، يعني حتى أنا كل ما أتذكر عن الإشي الموقف اللي كنت فيه يعني كتير صعب. الحين احنا امورنا كلها مكركبه، مش عارفين اشي، وفكرك يعني كمان بدها مصاري، مش قادرين احنا بين ما تجري كل هذول المستشفيات. انشراح من بعديها لما قال له دكتور في ورم في مخها صرنا نجري عاده، فيش سفر. تحت الفحص دائما كانت ان التغطيه الماليه من كتر تحت الفحص، وبعدين الشيخ وقدمنا للتغطيه الماليه ما اعطوناش تغطيه ماليه، وصارت هان عندنا تحت الفحص رفض امني، يعني بنتي ضاعت بين هنا وبين السلطه وبين جيش الاحتلال بالتنسيق، لأن هاي بنت المرحلة اللي وصلت لها، هاي المرحلة اللي وصلت لها وهاي المرحلة اللي وصلت لها. انشرح يتيمة الأب، يعني انشرح يتيمة، والله ما في حد يرعاها إلا أنا، وأنا اللي بحكي معها، أنا اللي قاعد بحكي كمان مريضة أورام، مش قادر، أنا كمان مريضة، لا في شون بمرق علينا، وضعنا صعب ويعني كارثة صحية وكارثة بيئية، ويعني فيش، وبضع بيتي كمان لا يسمح، كمان بيتي يا ريت كمان نلقى حدا يرمي مني. وانشرح أمنيتها يعني الوحيدة إنها تطلع على تركيا وتتعالج، يعني بتقولكم أنا بحط عيني قزاز، أنا قبل أحط عيني قزاز، بس يا عم أنا بدي حدا يحسن من وجهي. هي لما تطلع والله العظيم أنا لاحظت معها، أنا طلعت مع بنتي الكل بتنمر عليها الصغير والكبير. خسرت عيني بسبب رفض الأمني. كمان يعني ما بروح مدرسة كتير، في فترة المدرسة ما قريت، بس قدمت الامتحان وبس، يعني ما قدمت المدرسة كلها، أمنيتي إنه أطلع أتعالج وأحج.